you know what time the Bahrain delegation would be in? Bahrain. I have no idea. Bahrain. These guys might know. What you got? Yeah, let me just. Security guys. I wouldn't be so sure, but they might tell you. Well, I think the banner is very clear on what we're trying to have. اجتماع وزير خارجية نظام آل خليفة مع الحكومة البريطانية هنا في وزارة الخارجية يمثل استمرار دعم واحتضان من الحكومة البريطانية لدكتاتورية واستبداد دموي في البحرين، خصوصا ونحن نتكلم هذه الأيام عن إضراب عن الطعام للمعتقلين والمحكومين بالإعدام، و يعني آلاف المعتقلين واستمرار هذا القمع منذ أكثر من 8 سنوات إلى شعب البحرين السلمي. Why are you hosting torturers? Stop supporting dictators. UK government, stop supporting dictators. بينما تجتمع وزارة الخارجية البريطانية مع وفد من نظام الحاكم في البحرين برئاسة وزير خارجيتهم، يعاني آلاف المواطنين في داخل البحرين خصوصا في سجونها المظلمة معاناة شديدة وكبيرة، اكتظاظ في السجون، حرمان من العلاج، تعذيب مستمر، حرمان حتى من لقاء الأهل والزيارات العائلية، دفع بعضهم واضطر بعضهم مع هذه الأوضاع المزرية لخوض إضراب عن الطعام. الآن نتحدث وقد مضى أكثر من أسبوع وهناك ما يقارب 30 معتقلا جائعين مضربين عن الطعام يطالبون بأن ترفع القيود الأمنية والتضييق ليلتقوا بأحبتهم ليحتضنوا أبنائهم.